وقف المايسترو الراحل صلح الوادي عام 1993 على مسرح قصر المؤتمرات وحرك يديه معلنا انطلاق أول حفل للفرقة السيمفونية الوطنية. عام 2003 تسلم المايسترو ميساك باغبادوريان قيادة الفرقة ليكمل خطوات العبور بالفرقة من مرحلة إلى أخرى داخل وخارج سوريا. هذا العام تدخل الفرقة عامها 29. ماذا يقول المايسترو ميساك عن تلك المراحل التي عايشها؟ الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بلشت من الستينات، ولكن بخيال وبأفكار وبمخططات صلح الوادي، لأنه بسنة الستين والواحد وستين وتتأسس المعهد العربي للموسيقى بدمشق وحلب، بعد 4 سنين بلش يشكل فرقة حجرة، سماها فرقة موسيقى حجرة، هي معظمها كانت من وتريات. ولكن قبل هاي المرحلة في تاريخ مهم كثير، هو بال 56 زمان مخربيت 1956، استاذ صلحي كان جاي إجازة بالصيف من المملكة المتحدة اللي كان عم يدرس فيها، وجمع شو لقى موسيقيين بدمشق وقدم حفل بقاعة فندق أمية لأول فرقة سيمفونية بسوريا عم تقدم حفل. فهو يعني من الدرك كان في عازفين، في ناس كانت دارسة لحالها وتريات، كان في شباب درسوا برا وراجعين لسوريا، فجمعون. ولكن بلحظتها هو اكتشف انه تجميع موسيقيين ما بيعطي نتيجة، ضروري انه ينبنى خطة لبناء الموسيقي، لبناء الانسان الموسيقي السوري. فمشان هيك فكرة تأسيس المعاهد 1960-1961 كانت باتجاه هذا المخطط، يعني 56 اول عرض، وبعدين فكرنا كيف بدي أسس موسيقيين، فانعملت المعاهد، وشوي شوي توسعت القصة لصار في المعهد العالي للموسيقى 1990، لظهرت الفرقة السيمفونية أول حفل لها ب 14/1/1993. فبالتالي هي مسيرة كثير طويلة، أخذت شي يمكن 33 سنة لظهور الفرقة، ولكن كانت ضرورية لنبني جيل موسيقي بسوريا يقدر يحمل الأمانة هاي ويكون فعلا قادر يقعد بفرقة سيمفونية يقدم المقطوعات والريبرتوار اللي لازم تقدمه الفرقة السيمفونية. الفرقة السيمفونية الوطنية وتظهرت كانت عم تدرب بالمعهد العالي للموسيقى. المعهد هي كانت الحاضنة الأساسية للنشاطات الموسيقية. أنا بتذكر كنت طالب بالمعهد العالي، فالبروفات كانت الصبح الساعة 8، من 8 للعشرة ونص 11، أحد ثلاث خميس، وكان في بروفا 2 وخميس بعد الظهر كمان، فكان في 5 تدريبات أسبوعية. لحد 3 خميس كان معظم الوقت بيسميها الأستاذ تدريبات أوركسترا الحجرة، والسيمفونية الكبيرة تجتمع 2 وخميس، لأنه كثير من أعضاء كانوا من طلاب المدارس، يعني ما كان في خريجين من المعهد العالي، ما كان في عنا موسيقيين محترفين بكفوا ليكون في عنا فرقة سيمفونية كاملة. فكانت التدريبات بعد الظهر حتى اللي عنده مدرسة يقدر يكون بالتدريبات موجود. وفي فترات ما شاء الله كانت الفرقة يعني 80-90 عازف تطلع على المسرح. طبعا ما كان في دار اوبرا، كانت حفلات الفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه بتكون بقصر قبله للمؤتمرات، وكان في باصات نقل داخلي.
قصر المؤتمرات في سنة 2002، هو كان عم يقود الأوركسترا بحفل. فصار في فراغ كتير كبير لسبب بسيط. أستاذ صلحي كان هو الدينامو، كان هو المفكر، كان هو الملهم لكل شيء عم يصير. يعني هو شخص برجع بقول من 56 لل 60 بالمعاهد، 90 المعهد العالي، 93 فرقة سيمفونية الوطنية. فهو كان شخص اللي حاطط المخطط وعم بيمشي فوق المخطط. فبلحظة وقت ما يكون عنا هذا الجايد، هذا الأب الروحي اللي عم بي هو عم بيرجينا الطريق، كان كتير صعب. وين نروح؟ شو بدنا نعمل هلا؟ يعني بلحظة كلنا هيك حسينا انه انتهت الموسيقى، ولكن اكتشفنا هو زرع جواتنا شيء ما كنا نحن عرفانين وما كنا حاسين فيه، هو العشق باتجاه الموسيقى والعشق باتجاه العمل. هدول الشغلتين وقت بيجتمعوا مع بعضهم بيعطوا نتائج كتير منيحة. فكونه نحن معظمنا طلاب صلح الوادي، قررنا انه الطريق لازم يتكمل. انا كنت عم كمل دراستي بايطاليا، كنا باخر سنة، رجعت لسوريا مع زملائي بالفرقة السيمفونية اللي كانوا مع أستاذ صلحي، مشينا بالطريق لنشوف لوين نوصل بهذا الطريق اللي عم نمشي فيه. كانت الانطلاقة صعبة عليكم؟ طبعاً صعبة، طبعاً صعبة كتير، لأنه متعودين لكاريزما الأستاذ صلحي، متعودين لوجوده، متعودين للنكتة تبعه والخناقة تبعه. يعني هن كانوا دائما موجودين هدول الأشياء، يعني طيابة الروح والديكتاتورية، دول شغلات. فكنا نحن متربيين على هدول، فبلحظة هدول ما عادوا موجودين. فصار انه طب كيف بدنا نمشي؟ المؤسسات هي كيف بدها تمشي حتى؟ مو بس الفرقة السيمفونية الوطنية. فبلشنا وكملنا ومشينا ان شاء الله نكون الطريق صح اللي كان هو شايفه. قبل شوي كنا عم نحكي عن موضوع فكرة فرقة الحجرة اللي عملها هي مثلا بالمعهد العربي للموسيقى، فرقة معهد الموسيقى الحجرة، مسرح الحمراء. يعني هدول هنن كانوا نقاط كتير مهمة لبداية الفرقة السيمفونية الوطنية بالتسعة وثمانين. مثلا إذا بنشوف أنا 29 29 30 31 آذار، كانت حفلات تكون كذا يوم، لأنه كان دخول مجاني لحتى الناس تقدر تحضر عدد أكبر من الناس، فكان بيعملون على كذا يوم، ولحتى يكون يعني في انتشار أكتر للحفلات. حتى الاهتمام مثلا بالبروشور، هذا شغل مثلا عبد القادر أرناؤوط فنان تشكيلي الله يرحمه، هو كان صاصلحي بيحاول يجمع التفاصيل الفن مع بعض البعض، يعني مو بس الموسيقى، ولكن يكون في حتى الرؤية البصرية، في يكون في شيء هوية للعرض مثلا. فمع مؤلفين العازفين، هي مثلا حفلة تانية كمان بمسرح الحمراء 1990، هي قبل تأسيس المعهد العالي لسه، كمان فرقة معهد موسيقى الحجر، معهد عربي. مثلا بال 91 بنشوف انه صار في المعهد العالي للموسيقى، هي مئوية الثانية لوفاة موزارت، 200 سنة لوفاة موزارت. فالمعهد العربي والمعهد العالي كمان فرح موسيقى الحجرة بال 91. طبعا اللحظة المهمة كانت هي الافتتاح الأول للفرقة السيمفونية ب 93، 14/1/93، و مع برنامج الحفل مع كلمة الدكتور نجاحي اللي كانت عم تحكي عن الرؤية تبع الفرقة السيمفونية الوطنية، والمقطوعات كيف انه اول مقطوعة عزفناها جرانادو شفتي تاحية من توزيع الأستاذ صلحي. يعني هو هي مقطوعة للبيانو اسمها جويسكاس، من مستلهم من اعمال جويا لمؤلف الاسباني جرانادو. شفا صلحي حب انه يوزع للأوركسترا، وبخط ايده يعني النوتات قدمهم عزفنا. بعدين ألف مقطوعة هي هلا من أديها، تأملات على لحن محمد عبد الوهاب، حياتي أنت. وكان في كونشيرتو للبيانو إدوارد غريغ، أول يوم عزفت شادين يافي، ب 15/1 عزفت عايدة مومجيان، ب 16/1 عزفت أولغا عبد اللايف، هي كانت بنته لخبير موجود عنا. فكل يوم كان عم بيختار عازف منفرد أو عازفة منفردة تقدم هذا الشيء. في كتير تفاصيل عشناهن شفناهن، مثلا هي من المجموعات الأولى للعازفين بالمعهد، عازفين فلوت، كلارينيت، التشيلو كونترباس، الكمان الأول مع أستاذ زراعة خلف. ففي شباب موجودين لهلا بالفرقة، موجودين يعني. وفي
يعني بنشوف آلات النخيل اللي أول مرة بسوريا بال 1990 بلش تدريس الآلات، الهورن مثلا، الأوبوة، الفاجوت، هدول ما كان عندنا أساتذة لهم. فمع ال 1990 وصل الخبراء للمعهد العالي وبلشوا يدرسوا الآلات هي. الأوبرا لايدو إينياس اللي حكينا عنها، هي بطاقة الدعوة تبعها، كان عرض كتير مهم للموسيقيين وللجمهور، إنه نحن يصير عنا عرض أوبرالي، شوف مغنيين عم بيطلعوا على المسرح، إخراج، ديكور، أزياء، مكياج. قدمنا بإبلة، قدمنا ببصرة وبتدمر. كان يعني هي الحالة اللي انخلقت مع ظهور الفرقة السيمفونية الوطنية السورية، كانت حالة كتير مهمة للمجتمع. تنقلت الفرقة بين مختلف المحافظات السورية بمسارحها ومراكزها الثقافية وحتى حدائقها العامة، وشاركت بمختلف الفعاليات الدولية، إضافة إلى مشاركة موسيقيين وقادة فرق عالمية مع الفرقة في حفلات أقيمت بدمشق على مسرح دار الأوبرا. الموسيقى تتطور بالاحتكاك، الموسيقى تتطور بالخبرة، لأنه العازف بيتمرن على التقنيات. أوكي، ترك التقنيات، الفكر اللي بده يكون موجود شو بده يغذيه. فوجود قادة أوركسترا ضيوف، وجود عازفين منفردين، سفر الفرقة السيمفونية احتكاكها مع فرق تانية، مع جمهور تاني، هذا كله بيعطي خبرة كثير مهمة لأعضاء أي فرقة، مو الفرقة السيمفونية. فبالتالي من بداية الفرقة السيمفونية كان في عنا قادة ضيوف، عازفين منفردين ضيوف من كل أنحاء العالم كانوا يجوا. كل عازف وكل قائد أوركسترا بيعطي وجهة نظره، بيعطي رؤيته للموسيقى، وتحكي التفسير تبعه بصير جوات المخزون الموسيقي للعازفين في وجهة نظر تانية، في رؤية مختلفة للموسيقى هاي، في لون مختلف للأداء الموسيقي. فبالتالي هذا شيء كتير مهم، ونحن حريصين بأكثر الظروف الصعبة اللي عشناها مع الفرقة السيمفونية بالبلد بالحرب، إنه كان يكون عنا قادة أوركسترا أو عازفين منفردين ضيوف لحتى يغذولنا هذا الخيال، الرؤية، المخزون الموسيقي، المخزون الفكري للموسيقى اللي عنا إياه. أنا ماني مع الفكرة إنه الموسيقى السيمفونية هي مو للأغلبية. نقول بتجربة صغيرة بسنة 2008 أو 2009 ماني مذكر بالضبط، كنا عم نعزف ضمن مشروع موسيقى على الطريق، فكان أوركسترا المعهد العالي للموسيقى مشارك، وعزفنا بحديقة اللي تحت جسر سيد الرئيس، حديقة المنشية. فأول ما كنا عم نحط الآلات وعم نحضر المكان للبروب، فكنا عم نشوف زوار الحديقة كيف عم يتفرجوا علينا، كأنه مخلوقات جاي من غير كوكب يمكن أو شيء. وتبلشنا نعزف، شفنا الناس عم تقرب أكثر، والناس عم تقعد تحضر، وقلنا لهم خلصت الحفلة، خلصنا. في ناس زعلت، لا قالوا كملوا، بدنا كمان. في واحد قال لي وين فيني اسمع كمان هي الموسيقى. فبالتالي هي المشكلة الأساسية إنه نحن ما قدرنا نوصل هي الموسيقى لكل العالم، لكل الجماهير بسوريا مثلا، خلينا نقول بتقصير منا، بتقصير من الإعلام، لما يعد عدة جهات مع بعض رح تشتغل لحتى توصل الموسيقى هاي للجمهور. فما فينا نقول لحدا إنه أنت هي الموسيقى ما منيحة وما بتحبها ومو لإلنا، إذا ما عرف شو أصولها، إذا ما عرف من وين جاي، ما عرف. فنشاطنا عم بيكون بهذا الاتجاه، إنه قد ما بنقدر نوصل الموسيقى الكلاسيكية لأكبر شريحة ممكن من الجمهور، بحفلاتنا اللي عم تنتقل أونلاين هلأ من دار الأوبرا، أو بحفلاتنا اللي عم نقومها في خارج دار الأوبرا بالمحافظات السورية مثلا. بفترة الحرب كنا عم نعرض بمسرح الحمراء، عملنا حفلات. فبالتالي في عدة خطط لحتى نحن يكون عنا انتشار أفقي كمان باتجاه كل سوريا واتجاه كل شرائح المجتمع، لأنه حتى بأوروبا الموسيقى الكلاسيكية ما أنا الموسيقى الشعبية. يعني في موسيقى شعبية إيطالية، في موسيقى شعبية فرنسية، وفي الموسيقى الكلاسيكية اللي بتأديها الأوركسترات أو العروض الأوبرا اللي بتكون. فبالتالي فينا شبه شيء له علاقة بالأدب كمان. فبالتالي نحن لكل الناس، وعم نحكي عن كل الناس لأنه عم نحكي شيء إنساني
عاشوا مؤلف ترجموا بلغة معينة وعم بيعبر عن حالته اللي عم بيعيشها والموسيقيين بيعيشوها لحتى ينقلوها للناس. هي واجهت الفرقة تحديات مختلفة في الحرب على سوريا بعدد الحفلات والتنقلات واستمرارية الأعضاء، ولكنها استطاعت التأقلم وإكمال عملها وحفلاتها رغم كل الظروف. هلأ الكورونا كانت تأثير لكل العالم، بس الفرق يمكن بينه وبين الفرق الثانية بالعالم إنه هن ما عاشوا حالة الحرب، كانوا عايشين حالة طبيعية، حياة طبيعية. وقت اجت الكورونا كان تأثير كثير كبير عليهم. الحرب 10 سنين علمتنا كثير شغلات، عيشتنا لحظات صعبة، دفعنا ثمن نفسي وجسدي، وكنا دائما عم نشتغل بالخطط البديلة. يعني دائما في عندنا خطة A B C D E، عرفتي؟ مو بس خطة واحدة كان الوضع، لأنه يوم تنزل قذائف كثير ما فينا نعمل بروفا، ثاني يوم لازم نلاقي حل، فجأة العازفين بيسافروا، شو عنا حلول بديلة، مين على مين بدنا نعتمد، شنو بدنا نبني البرنامج الموسيقي. هدول كل التفاصيل عشناهم، هدول التفاصيل عطونا مرونة وعطونا إبداع حتى نلاقي حلول. فوقت اجت الكورونا كنا عم نلاقي انه اوكي تحدي جديد، هاد اخذناه شوي. يعني صحيح حالة إنسانية صعبة، وانه حالة يعني راح في كثير بشر بالكرة الأرضية، ولكن بس بالنسبة لنا كان انه اوكي بنجرب هذا كمان المشكلة الجديدة، كيف بدنا نلاقي لها حلول. عملنا حفلات اونلاين بدون جمهور، قدمناها على الانترنت، عملنا من بيوتنا، عزفنا وعملنا فيديو وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بس حتى نقول نحن موجودين. لانه حتى الموسيقى وقت بيقعد بالبيت ما بتخليهم بيكون مبسوط هو اذا ما عم بيعزف، الموسيقى بحاجة ليعزف لأنه هي مهنته، وهذا الشيء اللي بيعبر عن حالته النفسية. لولا وجود معهد صلحي الوادي ووجود المعهد على الموسيقى ما كان في استمرارية للفرقة السيمفونية الوطنية السورية، وهذا الشيء كتير واضح كان بالحرب. وقت في موسيقيين سافروا، في صار في عنا أماكن فاضية كتير بالأوركسترا، نحن استعنا بطلاب المعهد على الموسيقى. نحط قدام مسؤولية كبيرة بعرف، وكانت بالنسبة لهم كانت صدمة انه هو فجأة من مقاعد الدراسة بده ينتقل للفرقة السيمفونية، بده يقدم برامج بوقت محدود جدا بإضافة لدروسه طبعا ومع قادة أوركسترا، وبده يتعود العزف الجماعي ما هو سهل. فبالتالي هدول التفاصيل نحطوا قدامهم، وكانت خبرة كثير مهمة بالنسبة لهم. لولا المعهد الصلح الوادي ما بيكون في عنا طلاب بالمعهد العالي، ولولا المعاهد المنتشرة بسوريا كلها طبعا، يعني مو بس عم نحكي معهد صلح الوادي فقط، ولكن حالة التعليمية للأطفال بشكل أكاديمي، هذا اللي بيعطينا مخزون لقدام ليكون في عنا خريجين أكاديميين من المعهد العالي اللي بدهم يرفضوا الفرقة السيمفونية بالمستقبل. سنة 2022 راح يكون سنة تبادل دولي، عم نشتغل كتير على استضافة قادة أوركسترا. لازم نرجع نكتسب هي المرونة، التأقلم مع قادة الأوركسترا، الناس تسمع عنا أكثر، لأنه نحن وقت نستضيف قائد أوركسترا بوجود السوشيال ميديا فهو بيحكي حتما عن زيارته لسوريا، بيحكي عن تجربته للفرقة السيمفونية مع الفرقة السيمفونية، فهي بتعطينا كمان دعاية. فالسنة الماضية نحن استضفنا مثلا قادة أوركسترا، صدفنا عاصم فريدين، وهذا كانت كمان مهمة بالنسبة لنا. في أسماء لاما مثل ألكسندر بولداتشيف، إيوجينيو ماريا فجاني عازف الأورغان، عازفين سوريين صار لهم زمان ما إجوا لسوريا إجوا عزفوا معنا، مدام همسة الوادي، سيد عبد الله شحادة، سيد بسام نشواتي، المغني الأوبرا نبيل سليمان مثلا. فهدول بالنسبة لنا بعتبر التبادل شيء كتير مهم لحتى يضخ طاقة جديدة، يضخ دم جديد، رؤية جديدة لشيء عم نساوي للمستقبل نحن. فسنة 22 في عنا قادة أوركسترا ضيوف، في عنا مشاريع إن شاء الله تزبط، في خطة أنه نرجع نعمل عمل أوبرالي، أوبرالي متكامل. يعني 2019 قدمنا مشاهد أوبرالية بطاقات سورية كنا عم نجربها، وقلت يوم الحفلة أنه تمام ما كان عنا ثقة بحال، فنرجع الثقة بحالنا فينا نعمل هذا الشيء. ف 2022 إن شاء الله تكون سنة هيك فيها
مشاريع مهمة فيها بناء وفيها ظهور للفرقة السيمفونية الوطنية السورية.